بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم أمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت الى الاربعاء، واليوم اللي هو الاربعاء المخصص للرد على الاسئله اللي بتفد على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره مع الدكتوره نادي عماره. ده اسم صفحتنا اللي بنتواصل من خلالها، واللي بناخد اسئله حضراتكم من خلالها، ومخصص لها يوم بنرد عليه اللي هو النهارده يوم الاربعاء. وبنعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. نذكر ان احنا بنلتقي من السبت الى الاربعاء، من السبت الى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة السادة المشاهدين على الهواء مباشرة. يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بتفد على صفحتنا مع عرض فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. فإلى أول سؤال معنا ورد على الصفحة، ممكن أعرف سنة صلاة الجمعة في المسجد؟ بمعنى أن صلاة الجمعة هل لها سنة قبل الصلاة؟ أخي الفاضل، يعني التنفل قبل صلاة الجمعة، أنه الإنسان يتطوع بالصلاة قبل صلاة الجمعة، هو لا يخلو من أن يكون التطوع ده أو النفل ده مطلق أو سنة راتبة. النفل المطلق مفيش خلاف في جوازه بين الفقهاء، اللي هو ان انت عايز تتطوع كده بالصلاة من عندك انت، يعني هو جائز، بل تقدر تقول مستحب كمان. ومن الأدلة عليه ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين، راح يعني لصلاة الجمعة، فلم يفرق بين اثنين، الناس الصفوف اللي قاعدة متخشش تتزاحم وتزق الاثنين، لا، إنسان يبقى متلطف، فلم يفرق ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، يعني صلى تطوع بالصلاة قد ما استطاع أن يتطوع، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له. الجزاء بتاع ده اللي بيعمل ده إيه؟ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث الثاني اللي في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يعني اللي قدر يتطوع به من الصلاة قبل صلاة الجمعة، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، يعني اللي يفرغ الإمام يعني من الخطبة بتاعته، ثم يصلي معه أدى بقى، يعني أنت اغتسلت واتدهنت كما في الحديث الآخر وتطيبت واغتسلت غسل طيب، وبعدين رحت صليت اللي تقدر عليه قبل صلاة الجمعة، وبعد كده طلع جاء الإمام، استمعت للخطبة وصليت معاه وقوة أنصت فلم تتكلم، بيغفر لذلك. هنا بقى الثمرة إيه بقى؟ بعد ما تصلي مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، يعني كأن الأسبوع ده وعليه كمان ثلاثة أيام تبقى مغفور للإنسان ذنبه. طيب احنا كلمنا كده عن مطلق النفل والأحاديث الواردة اللي بتأيد معنى مطلق النفل. مطلق النفل يعني ان انت اللي هتتطوع كده بالصلاة من عندك، وانه الامر جائز ومشروع بل مستحب زي ما قلنا، ده معنى المطلق النفل، انه انك بتتطوع من عندك. أما السنة القبلية الراتبة للجمعة اختلفوا في مشروعيتها الفقهاء على قولين. القول الأول إن للجمعة سنة قبلية راتبة،
وده قول الحنفية وقول الشافعية وقول الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وده قول أكتر العلماء قالوا لا ده في سنة قبلية قبل صلاة الجمعة. فعند السادة الحنفية إن سنة الجمعة القبلية 4 ركعات، يعني الجمعة سنة الجمعة القبلية 4 ركعات والبعدية 4 ركعات، لكن عند الحنفية قبل صعود الإمام المنبر، والشافعية عندهم أقل السنة 2 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها، يعني قبل صلاة الجمعة 2 ركعات وبعد صلاة الجمعة 2 ركعات، ده عند السادة الشافعية. وبتجوز عند الشافعية الصلاة والإمام قائم على المنبر بتاعه. طب القول الثاني، الفريق ده من أهل العلم قال لك إن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ملهاش سنة راتبة قبلية، هذا الفريق من أهل العلم، مع مشروعية التنفل المطلق، أنت براحتك بقى، يعني التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وده قول المالكية وأحد قولي الحنابلة، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة، مع عدم المنع من التنفل المطلق على هذا القول. طب نلخص عشان نراجع المعلومة بعد توثيقها، إنه بناء على اللي احنا يعني فصلناه وكما هو مقرر ومعلوم في المسائل الخلافية اللي بيبقى فيها خلاف بين الفقهاء، إنه لا إنكار فيها، لأنه فلا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. من أراد إنه يصلي قبل صلاة الجمعة باعتبار إن لها راتبة قبلية فلا حرج عليه، لأنه قلد أئمة بذلوا الوسع في فهم النصوص الشرعية. وكذلك من ترك الصلاة قبل الجمعة فلا شيء عليه ولا حرج. ولا ينبغي إن احنا في المسائل الخلافية دي إن احنا نجعلها سبب للشقاق والنزاع، لأن غاية هذه المسألة إنها كلها بتدور في حول إنها سنة، ولكن دي سنة، سواء أنت يعني أخذت بالنفل المطلق فصليت، أو قلت لا ده في سنة راتبة قبلية فأنت هتصليها من باب إنها سنة، الموضوع كله إنها تندرج تحت باب السنية. ولكن ترك النزاع والخلاف أمر واجب على الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا، اللهم آمين. في السؤال الثاني، تحياتي لفضيلتك دكتورة نادية وبشكر حضرتك وربنا يجعله في ميزان حسناتك، اللهم آمين. من فضل حضرتك عايز تفسير الآية الكريمة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية الكريمة دي أخي الفاضل هي من سورة النساء، وأنا ما باجي أفهم أي آية لازم أشوف السياق العام اللي جت فيه الآية اللي أنا بدور أو ببحث عن فهم معناها. طالما هي جت في سورة النساء اللي هي أصلا سورة بتحث الناس في بدايتها في مفتتحها على التقوى، وبتحث الناس في سياقها، سياق آياتها تجد أنه في سياق آياتها وصية بالأرحام، وفيها كمان الأمر بالخوف من الله في معاملة الأرحام، خاصة فيما يتعلق بالضعفاء من الأيتام، وضرورة إن احنا نبقى حريصين جدا على أموال اليتامى. ده السياق اللي جت فيه هذه الآيات، أو ما السياق العام أيضا اللي بتحث فيه سورة النساء على هذه المعاني وغيرها. الحقيقة إنه أهل التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة ليهم أقوال. أول قول في فهم هذه الآية إنه قالوا إنه الآية الكريمة أمر للأوصياء بأن هم يخشوا ويخافوا الله سبحانه وتعالى ويتقوه في اليتامى، فيعملوا أو يفعلوا باليتامى مثل ما يحبون أن يكون مع ذريتهم الضعفاء بعد وفاته. ورد المعنى ده عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما أخرج ذلك شيخ المفسرين الإمام الطبري. يعني على هذا المعنى بيكون مقصود الآية، أو المقصود من المراد من الآية الكريمة، إنها جاية حث الأوصياء على المحافظة على أموال اليتامى،
ولكن جاية بأبلغ تعبير، لأنه سبحانه وتعالى نبههم بحال نفسهم، يعني نبههم بحال أنفسهم وذرياتهم، يعني قال لهم حطوا نفسكم مكانهم، يعني عشان يتصوروا المسألة ويعرفوا مكان العبرة فيها. ولا شك أن ذلك من أقوى الدواعي والبواعث في هذا المقصود، لأنه سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم افعلوا باليتامى الفعل الذي تحبون أن يفعل مع ذرياتكم الضعفاء من بعدكم. يعني الحق بيخاطب الأولياء القيمين على الأيتام إنه ينبغي إن هم يتصوروا أنفسهم إن هم الأموات أو على وشك الموت، وقد تركوا أولادا ضعافا أيتاما، كيف يحبون أن تكون المعاملة مع الأولاد دول، مع أولادهم دول؟ فأنت تشوف عايز إن إزاي ولادك يتعاملوا، فهكذا يجب أن يكون تعاملكم مع أيتام الناس. فليتقوا الله ولا يخالفوه في حفظ أموال اليتامى، وكذلك ليقولوا قولا سديدا، يعني في كل شيء، في ما يجب أنه يتم أو يقال، أو فيما يكون خاص باليتيم من باب العناية بشخصية اليتيم من جهة التربية والتهذيب والتعليم. القول الثاني اللي بيرى أصحابه أن الآية الكريمة أمر، هي أمر إلهي للي أو لمن يحضر أو يزور المريض مرض الموت، فالأمر ده جاي له، إنه لما تزور مريض خلاص في مرض موته، والمريض ده خلاص عند حال قيامه بقى بالإيصاء هيعمل وصية، عليك أنت يا من تزوره بأن تتقي الله وتخشاه، وتوصي المريض ده في أولاده خير. وإنه خلي بالك يلي رايح تزور المريض مرض الموت ده، إنك تشفق على لولي صغار، تشفق عليهم زي ما انت بتشفق على اولادك. يعني وصي، ما تجيش تقول له بقى وصي لفلان ووصي لعلان لحد ما تخلص فلوس الرجل على غير ذريته ولا يبقى لهذه الذريه شيئا. عليهم انه الانسان لما يحضر عند ذلك المريض في مرض الموت ان يتقي الله تعالى ويخشاه في نصحهم للمريض، حتى لا يهلك ولا يضيع الضعفاء من بعده، ويحط نفسهم مكان هؤلاء حتى يقولوا الحق والقول السديد. فقيل لهم كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في ضعف أو جوع من غير مال، فعليكم بتقوى الله وعليكم بخشية الله، ولا تحملوا ذلك المريض على أنه يحرم أولاده الضعفاء من ماله. فعليهم إن هم يتكلموا، لو رايحين يزوروا المريض ده في مرض الموت ففي نصيحة هيزدها له، إن هم يتكلموا بالحق والعدل، وليتقوا الله تعالى وليقولوا قولا سديدا، وهو أن يعرفوه ما أباحه الله له من الوصية، وألا يجور فيها فيضيع هؤلاء الصغار. وهنا ده بيبين موقف المسلمين مع بعض، إن إحنا نرعى بعض ويرعى القوي الضعيف، وإن الضعيف ده لابد إن إحنا نتقي الله فيه، مش عشان ضعيف نبتدي بقى الصديق لينا في مرض الموت وأنا شايف إن ليه صغار فأقول له أنت ما وصيتش لفلانة أختك اللي مش عارف كذا، ولا فلان اللي أنت عايز تديله مش عارف، فيبتدي يوزع فلوس والصغار دول يروحوا فين؟ القول السديد، القول السليم، الحق الذي يوافق الحق. التفسير الثالث، وكل الآية بتحتمل كل هذه المعاني، التفسير الثالث الموجود في كتب التفسير لهذه الآية الكريمة، أنه بيرى أصحاب هذا الفريق الثالث أنه الخطاب في الآية الكريمة للموصين، مش بقى للي بيزوروا. الأول اتكلم التفسير الأول علق عن القيمين اللي قايمين على أموال اليتامى، والثانية للي بيزور من هو في فراش مرض الموت. التفسير الثالث قال لك لا، ده للي بيوصي نفسه، الخطاب في الآية للي هيوصوا، من يقومون بالوصية في أموالهم، إن الآية بتأمرهم بأن هم
يرفق ويشفق على ورثتهم فلا يسرفوا في أمر الوصية لغيرهم، لأن الإسراف ده بيؤدي إلى ترك الورثة فقراء ضعفاء معوزين، وهذا لا يرضاه الشرع الحنيف. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يعني كل الأمر، النصيحة السديدة، النصيحة السديدة اللي تعين الإنسان على أنه لا يظلم نفسه بارتكاب محظور، ولا يظلم اللي مسؤول عنهم، وبالذات إن كانوا صغارا وضعاف. ولا مانع من أن يكون الأمر بالخشية من الله تعالى يشمل جميع هذه الأصناف اللي اجتهد العلماء ففهموا الآية أو فهموا هذه المعاني من الآية الكريمة، وقد تشمل معاني أخرى كثيرة، ولكن هذا خلاصة يعني ما قيل، بعض ما قيل في كتب التفسير تشمل هذه المعاني وغيرها، وتشمل المعاني المتقدم ذكرها من إن الأوصياء وعواد الأوصياء على اليتامى، أو عواد المريض، المرض مرض الموت فبيوصوه بحاجة، أو إن الآية خطاب للموصين الذين يوصون في أموالهم، هؤلاء جميعا يدخلون أو داخلون تحت الأمر بالخشية من الله تعالى وبالقول السديد الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. هنستأذن حضرتكم في فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نستكمل الرد على أسئلة السادة المشاهدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ما زلنا في شريف الرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. سؤال بيقول: أنا معايا فلوس عمرة، أطلع عمرة ولا أساهم في بئر مياه ينفع الناس؟ قبل ما أجاوب على السؤال ده لابد أن احنا نوضح حكم أداء العمرة، فنذكر حضرتك والسادة المشاهدين بأن العمرة مختلف في حكمها ما بين الوجوب والسنية، بالشروط طبعا المعروفة والمقررة من الاستطاعة المالية والبدنية. ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بأن العمرة سنة مؤكدة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوبها مرة واحدة في العمر للقادر عليه. طب إيه المختار للفتوى؟ المختار للفتوى إنها سنة، إن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، وينبغي القيام بأدائها متى توفرت الاستطاعة البدنية والمالية. واللي أنا هنصح به في هذا وأرشد إليه هو التوكل على الله تعالى،
والقيام بأداء العمرة اللي هي عمرة الإسلام، لو كمان بالذات لو إنه لم يسبق لحضرتك أداء العمرة قبل كده، فلا يحرم المسلم نفسه من خيرها وفضلها. وده عشان يبقى خروج من خلاف الفقهاء حول مسألة هي تجب ولا هي سنة، اللي احنا فصلناه وذكرناه منذ قليل. وفضل العمرة معلوم، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك ما أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمر، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ييسر لحضرتك العمرة ويفتح لكم إن شاء الله أبواب القبول، وتوفقون كذلك إن شاء الله فيما بعد ذلك بالقيام بالأعمال الصالحة التي ينتفع بها المجتمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم القبول. حستأذن حضرتكم لنخرج إلى فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامر. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلأ القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الأعزاء الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة. احنا ختمنا تصحيح سورة النبأ، لكن الشباب بقى الصغنن ده محتاجين ان هو يقرأ ونصحح، فاستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف، ونذكر ان احنا الرواية التي نقرأ بها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. واحنا من وقت لتاني بننبه ايه هو قصر المنفصل على اساس ان السادة المشاهدين الكرام يكونوا متابعين معنا. ازيكم؟ تعبتوا ولا لسه؟ احنا بقى يعني شغالين من قبل كده، بنقرأ من قبل كده. طب يلا يا أنس. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أحسنت. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى اتخذ اتخذ إلى رب. مش ضاء، مش عايزة التفخيم بتاع الخاء يدخل على الذال فتضيعها لي في النطق، ما تبقاش ضاء. اتخذ معايا اتخذ لا،
اتخذ 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 اتخذ. يلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. جميل. مد الصلة. مد الصلة هنا اللي هي الهاء اللي موجودة دي اللي هي ضمير بتعبر عن ضمير المفرد الغائب، والهاء هنا مكسورة وقبلها الحرف جر مكسور جر إيه؟ مائلة. دي موضوع تاني، أنا بتكلم على الحروف مش الكلمات. أنا همد هنا مد طبيعي حركتين. إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا. إن إن أنظرنا مش أن أنظرناكم آ آ أنظرنا. أيوة. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يلا إلانا، احنا قلنا ان عايزين نصور المعنى. سليم. رب السماوات والأرض وما والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. تاني. يوم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ما تعلقيش كده على الحرف. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا لا لا، الله اللي هيأذن، الله هو الفاعل. إلا من أذن له الرحمن وقال الرحمن الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون تاني. لا يتكلمون إلا من أذن. ما تمديش قوي أكتر المد، يعني ما تمديش زيادة. إلا من أذن. إلا من. إلا من. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يلا يا سارة. ذلك اليوم الحق فمن فين القلقلة؟ ما عشان ما قلقلتيش القاف، أنا مش سامعة قاف. ذلك يوم الحق. إزاي يعني؟ كلتي الألف واللام ليه؟ ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. 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 فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يوصلي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فين الهمس؟ قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نفسي واقف اعمل ايه؟ ويقول هقف عند لا قبلها. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى أنا أعرف
ابتدي امتى الفعل، ابتدي امتى اقف، ما ينفعش اقف على حاجه ما يكونش معناها واضح، او ابتدي بمعنى ينفي حقيقه المعنى المثبت. كل ده معناه انا لازم افهم الحاجه وانا بقراها الايه، معنى الايه قدر الطاقه، وده اللي احنا بنحاول نعمله. احنا مين؟ يلا يا شروق. رب السماوات والارض وما بينهما. انا بس عايزه هنقف ثانيه واحده، انا عايزه بس الضاد يا شروق عشان يبقى طلعنا بحاجه. الضاد حرف فخ، حرف فخ من حروف اللي محتاجه تدريب قوي. ارجعي هاتيه تاني بالراحه. رب السماوات والارض وما بينهما. والارض، والارض ضي ضي. قولوا معايا ضي ضي. قولي هما قولوا معايا وانت معاهم. ضي 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 ضي. ضمي بقك. ضي 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 ضي. بقي بيتملى هوا. حروف الاستطاله. ها ضي 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 ضي. تاني بقى الايه. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة. اقفي عند صفا لا يتكلمون عشان ما تطوليش عن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صواب صواب. مش سا. صواب صواب. صا صواب. قولي صا بس. صا صا صا. صوا صوا صوا. لسه الصاد عايزة انها يعني نتك عليها شوية. يلا يا سادن. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لازم النبر بصوتي يبين تصوير المعنى وتجسيده. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. في سؤال كان جالنا على الهواء من الأستاذة نغم وأحلناه إلى الحلقة المسجلة اللي هي بنرد فيها على أسئلة المشاهدين اللي بنستقبلها على الصفحة الرسمية. الأستاذة نغم بتسأل ما الفارق بين الروح والحياة؟ أستاذة نغم، الروح في اللغة العربية تأتي من الجذر اللغوي روح، روح، وهي تشير إلى النسيم، وهي تشمل أيضا معاني زي الراحة السكينة. وذكر الإمام ابن منظور في لسان العرب إن الروح، ذكر المادة دي ويعني كلمة الروح والجذر اللغوي بتاعها، ورأى أنها ما يحيا بها الإنسان.
وفي الاصطلاح الشرعي هي العنصر، يعني في الاصطلاح في الوحي الشريف هي العنصر اللي أو الذي ينفخه الله تعالى في الإنسان مما يمنحه الحياة. يقول الله تعالى في سورة صاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لذا فالروح تعد سر إلهي لا اطلاع لأحد عليه. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الحياة، حضرتك طلبتي الفارق بين الروح والحياة. الحياة في اللغة العربية الجذر اللغوي بتاعها حاي-ياء، الحاء المفتوحة الياء ثم بعد ذلك حاي-ياء. وطيب المعنى الكلمة إيه؟ هي بتعبر الشيء الحي، يعني الشيء بتعبر عن الوجود النشط والمعاش، بتعبر عن الوجود النشط والمعاش، حركة. وقال علماء اللغة بأن الحياة هي ضد الموت، وهي ما يكون به الكائن حياً مدركاً. وفي النصوص الشرعية وكما قال العلماء فإن الحياة بتعبر عن مظهر من مظاهر وجود الروح، لأنه بسبب الروح بقى فيه بعد كده حياة، لأنه لو ما فيش روح مش هيبقى فيه وجود نشط ولا هيبقى فيه أي شيء. يبقى الحياة كمان هي المدة الزمنية اللي بيعيشها الإنسان. قال الله تعالى في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية بتشير هنا الحياة كما هي واردة في الآية الكريمة إلى وجود الإنسان في الدنيا وما يمر بيه بقى من أحداث كتيرة، اللي هي من اختبارات وابتلاءات وامتحانات. وعلى ذلك الروح هي السر الإلهي الذي ينفخه الله أو الذي ينفخه الله في الجسد ليحييه. الروح هي السبب المباشر لوجود الحياة في الكائنات الحية، وتعتبر الروح جوهر خفي غير ملموس، جوهر خفي غير ملموس، ومعرفة ماهية الروح وتفاصيل الروح لا اطلاع لأحد عليه. بينما الحياة هي النتيجة المترتبة على وجود الروح في الجسد، ويعبر عنها بأنها المدة الزمنية اللي بيعيشها الإنسان، وتبدأ من لحظة نفخ الروح وحتى خروجها من الجسد. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين راجين في ختام الحلقة كما أمرنا ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا،
والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. Thank you.